Sen günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe. بالي روح معكم، بس ما بقدر لأن الأنسة عطتني كتير وظايف. طيب ليش ما قلت للأنسة إنه عمو مراد بيضيع بيت مروة إذا ما كنت أنت معه؟ قلت لها بس هي ما ردت علي. منيح إنك مرايح، لأنه كل ما بتروح بتخبص بالحكي. بسيطة عمو مراد، بس لأتجوز ما رح خليك تروح معي أبدا. أريح أكيد. هاي أمينة، خلينا نمشي. رأفت لا تعذبها لخالي أمينة. يلا فوت على غرفتك واكتب وظايفك، بعدين ليك أنا ومراد ما رح نتأخر كتير، ماشي حبيبي؟ يا عمري أنت. تأخرنا كتير أمي. طول بالك، شو يعني؟ لتكون مفكر مروة رح تهرب منك، بعدين ليش جبنا من هالطريق؟ لأنه قصر. لا عاد تيجي على هالحارة ولك. اهدى يا مراد، ما عاد بدي اشوفك هون، عم تفهم؟ مراد اهدى، انا ما بقدر اخلي واحد قاتل يعيش بيناتنا. اهدى، شو صار لك؟ مو هون كان المطعم تبع هداك الزلمة؟ ايه، قصدك عديم الشرف اللي كان يقتل الاولاد. مراد خلينا نروح. اهلا وسهلا، والله شرفتونا. تفضلوا فضلوا. تفضلي عدي هون ست ملاك. اهلا مراد. شو ما بدنا نقعد مع بعضنا؟ ما حذرت، امشي لشوف. ابراهيم صار له ساعة عم يستناك، يلا اخدي. ما رح تصدقي، ابني هاد ضل 5 سنين عم يمص اصبعته. عن جد عم تحكي؟ وكيف فضل بعدين؟ شغله بتضحك. مره مراد كان نايم، قام فات ابوه على غرفته وحط له شويه فلفل على اصبعته، ولما مراد فات ثاني يوم دغري حط اصبعته بتمه. عم بسمع بالأخبار عم بيقولوا إنه هالسنة رح يصير شوب كتير. يعني شو بدنا نعمل؟ كل شي بيجينا من الله منيح. صار له ساعة ساكت ما عم يحكي، افتح لك شي موضوع معه. ايه يا سيدي، أنا وجاي بالطريق تذكرت شغلة. كان في قاتل أولاد اسمه سرحان، كان مدمن على المخدرات.
وقتها كان في عنده مطعم وسكره. بتتذكر هالزلم الشي؟ عن جد مثل ما بيقولوا حكى بدري. هيه طبعاً متذكر، لأنه نحن استلمنا القضية. بس عن جد كانت حادثة غريبة. أنا بتذكر إنه وقتها اختفى ولد عمره شي 8 سنين، الكل اتهموا هالزلمة. أها. بس بعدين لا يلي اسمه سرحان حكم ولا الولد يلي اختفى قدروا يلاقوه، وجسته ما بينت لحد هلا. اللي انت شو لك علاقة بهالقصة؟ لما طلعوه براءة أهل الحارة جن جنانن وقتها، قاموا اجوا لعندي وطلبوا مني قلعه. الواطي ما استحى، كيف فتح محل بالحارة ما بعرف. بابا؟ خير يا بنتي. خالي ملك بدها تروح، لهيك بعتتني استأذن منكن. نحن سهرانين وعم نتسلى. ايه بس إذا هيك بدها. تصبحوا على خير. وانت من أهله، شرفتوا بيتكن. عم نستنى زيارتكن بهالكم يوم. إن شاء الله ست ملك، إن شاء الله. تصبح على خير. تلاقي الخير. تصبح على خير. تلاقي الخير. بما انك انت مليت من هالزيارة، طيب ليش رضيت تروح على بيت مراد؟ لانه اجباري لازم روح، بدي اشوف كيف عيشته بالبيت وكيف بيتصرف مع عيلته، لازم اعرف هالشي. من هلا وطالع منصير منزورهم بالمخفر، لانه بتخيل هنيك بنحكي اكثر. ماشي، وفرد مرة بنعملكم خطبتكم بالحبس. ايوه. لحاشتو يا ريتني قتلت وقتها، حقير الواطي. مراد مو حلوة بحقك تحكي هيك. لأنه بيستاهل أمي، الله أعلم شو عمل بهداك الولد. يا ريتني موتته من القتل. عم توجعك؟ انت عملت هيك بحالك. امي فهمنا، انا عم احكي عن سرحان. مو قلتي لي انه امه للولد شو اسمها؟ عائشة وضعها صعب كتير. مزبوط ابني، هالمسكينة حالتها كتير صعبة، وفوق هالشغلة تركها جوزها. من زمان كانوا كل الناس يحبوا عائشة، وقتها كانت عم تدرس كل ولاد الحارة. والله غريبة انه يضرها واحد من جوات الحارة. أنا ضربته للحقير اللي ضره. أنت مين مفكر حالك لحتى تحاسب العالم؟ إذا كان بدك تعاقب البني آدمين على مزاجك، لازم تتعاقب أول واحد. لا تواخذني، حتى لو كان قاتل، بس الحق حق، لازم تروح تستسمحه. بلا مزح أمي، مستحيل أعمل هالشي، عم قلك هذا قاتل. أنت ليش ما عم تفهم يا ابني؟ لك إذا المحكمة طلعته براءة لهالزلمة، فكر شوي، يعني بلكي سرحان عن جد طلع بريء. عم عاصم ضربك شي؟ لا، الأرمى ضربتني. عم مراد انت كنت عم تبكي؟ لا تتضايق من عاصم، صحيح هو عصبي شوي بس بحبك. لا إبراهيم زودتها، تعرفون للقط والفارة؟ يعني توم وجيري. يا سيدي عاصم بحبني مثل ما توم بحبه لجيري بالضبط. ابني مراد صاير عم تحكي مثل النسوان، انتبه على حالك، شو بدك أكثر من هيك؟ بعدين لا تنسى أنك أنت مطلع له روحه، بكفي هيك. روح وصلهم بسرعة قبل ما يبردوا، في مطعم عم يستناهم، هيا عنوانه. كنت مبارح بالليل ببيت مروى شي؟ في عندك مشكلة؟
وينو هالمطعم هاد؟ شو عم بيصير؟ أكيد في غلط بالعنوان. عايشة؟ مستغني عن روحك ولا؟ بعد بدنا نشوفك هون. عم تفهم؟ ما بدنا إياك بهالحارة. فهمتوا لا؟ مراد دخيلك، أنا عم بشتغل هون، لوين بدي روح؟ شو بدي أعمل بحالي؟ شلون إلك عين تضلك هون ولا؟ ما بكفي اللي عملته بهالمرة؟ ها؟ لا تكون صدقت إنك عن جد بريء. معك 10 دقايق، 10 دقايق يا بتنقلع يا بقتلك. عائشة؟ عائشة؟ يا عائشة؟ عائشة؟ أنا مراد. ليش هيك هربت؟ الزلمة كتب عنوان المطعم بإيده. ما في لا مطعم ولا شيء، أكيد مخربط. يعطيك العافية. مو قلت لي إنك رح تبعت الخبزات بسرعة؟ أخي نحن بعتناه هون، بس طلع العنوان غلط. أعطيه الورقة لشوف. معقول؟ مزبوط. لكن أنت لوين رحت؟ رحت ولقيت المطعم مقفول. هذاك صاير بالحارة اللي ورانا. شو أنت ما بتعرف حارتكم يعني؟ هات الخبزات لحتى أخذهم معي. عمي إبراهيم أنا ما بطول. خير يا بنتي؟ بدي روح على المستشفى، راسي رح ينفجر. أكيد هي البنت رح ينفجر راسها من الحسد. مراد لوين رايح من الصبح؟ بدي روح لعند أبوكي، قلت بشوفك قبل ما تروحي على المشفى. أبوك حكى شي شغلة بعد ما رحنا؟ لا ما قال شي بالمرجع. شو رايح تعمل عند بابا؟ كان في واحد اسمه سرحان، هو كان ساكن بهالحارة. هو هلأ مانو بقائمتي، بس من مبارح ما عم بيروح من بالي، لهيك بدي أسأل أبوك عن عنوانه. خلص أنت شو بدك بهالقصة؟ طمنيني كيفك أنت، منيحة؟ منيحة. في وحدة كانت عم تتبرع بالمشفى، قامت تعبت شوي وحطوها بالعناية المشددة وطلبوا مني اهتم فيها. دعي لي قدر خليها مرتاحة. انتي قدها وما بيصعب عليك شي. بالمناسبة امي عم تستناكن بكرة، يعني بدكن تيجوا؟ طيب بس بالأول بدي شوف إذا بابا فاضي. طيب بحاكيكي بعدين. مع السلامة. مراد إذا بدك خد الخاتم هلأ وخليه معك مشان ما تنحرج إذا أمك سألتك عليه. لا خليه معك لأنه إلك. عاملين لي عشاء؟ الله ستركن إني تعبانة. وقال لك أنت خود لشو يلي فوق عنوان شغله ويلي تحت عنوان بيته. شوف ابني فاهم، انا صحيح اعطيتك العنوان، بس اذا عملت شي شغله او صارت اي مشكله ساعتها يعني معقوله هلا لسه ما عندك ثقه فيني يا سيدي؟ يا ريت بقدر يا ابني، بس ما فيني. انت شو بدك من هالزلمه؟ بدك تستسمح منه لانك ضربته؟ اي والله صدقني أنا ما كنت بدي روح. أنت عم بتقول عن هالزلمة إنه مجرم، بس نحن ما لقينا أي دليل على هالشي. أساساً نحن ما منعرف شو صار بالولد، إذا كان ميت أو لا. أكيد أنت بتعرف منيح إنه أكتر حوادث خطف بيكون الخاطف فيها هو أول شخص بيخبر على القصة. شو يعني هالحكي؟ قصدك إنه أمه للولد هي اللي خطفته؟ أنا شرطي يا ابني، وشغلتي إنه شك بالناس. يلا يلا. مهم.
الله يصبرني عليه. سرحان تعال هون، ليش عم تهرب؟ لأني شفتك ما بكفي. سرحان لك شبك مفكرني قاتل حالي لحتى أشوفك؟ أنا جاي مشان أحكي معك. ما عاد بدي أشوفك بالحارة مرة تانية، فهمت علي؟ أي فهمت. صدقني ما عم امزح معك فهمان، ماشي؟ هي آخر مرة. خلاص حاجتك. يلا انقلع. روح انقلع. حقير ما عنده ذرة أخلاق. مفكر إني ندمان ولا لا؟ لا. بس هاد ما بيمنع إنه استسمح منك. قصدي مشان إني ضربتك. شوف سرحان، إذا بدك مصاري أو أي شيء تاني قلي وأنا جاهز وبعدين بتسامحني. وبحياتك ما عاد تشوفني بعدها. أنت كيف متأكد إنه أنا يلي خطفته للولد؟ أو حتى أنا يلي قتلته؟ شفت بعينك شيء؟ شو عم تخبص أنت؟ شو مفكر إذا القصة صار لك كم سنة رح أنسى يعني؟ العمى، أنت على طول كنت مخدر. الصبح شافوك لما كنت ماشي مع الولد، وبالليل رجلي رح يتكسروا من التعب. عائشة، هاد مو صاحب المطعم اللي بالحارة؟ شو قاعد عم يعمل قدام بيتك؟ شو بيعرفني؟ صار له من الصبح هون. شي بيخوف؟ ديري بالك هذا بياخد حبوب. وجوزك منه هون كمان، ديري بالك. بعدين فاتت على البيت وما لقيته. الصبح مقضيها مع الولد والمساء عند البيت، وعم تتعاطى كمان. كل العالم قالوا انه انت، بس نسيت انك كنت مخدر وقتها وما انك عرفان حالك شو عم تعمل. انا ما عملت شيء، وما بعرف شو صار بهالولد المسكين، ولا بعرف حتى ليش اتهمتوني اني خطفته. بعرف انه انتو دمرتوا لي حياتي، بس ضميري مرتاح. مشان هيك حبيبي خلي كل الناس اللي افتروا علي وضربوني وقلعوني يعملوا شو ما بدهم. اذا انت ما عملتها مين عملها؟ اللي مين؟ ليش عم تسألني؟ روح اسأل آخر واحد شاف الولد، اسأل أمه. شلون بدي أسألها لهالمرة؟ شو بدي أقلها؟ لوين عم تطلعي؟ عائشة ما عرفتيني؟ أنا مراد. شوفي شو اللي جابك؟ أنا كيفك؟ لا تواخذيني، يمكن فتحت لك جروحاتك، بس في سؤال بدي أسألك إياه. أنا من شوي كنت عند سرحان، سرحان ما غيره، كنت بدي استسمح منه، وقال لي إنه هو ما بيعرف شيء أبداً عن ابنك علي وإنه هو ما عمل شيء. استني عائشة، أنا طلبت السماح من سرحان لأني ضربته، بس إذا طلع كلامه مزبوط بكون أنا اللي خربت له بيته. روح من هون، روح من هون. اسمعيني شوي، أنت متأكدة منيح أنه سرحان هو اللي خطف لك ابنك؟ أنا بدي أسمعها منك. شو رح تفرق؟ أنا ابني راح مني ومن وقتها ما عاد في شي يفرق معي. عايشة لو سمحتي، أنا بتفرق معي. طيب قليلي وين بلاقي جوزك؟ يعني بركي بيعرف شي. ما رح تروح، ما رح تروح لعند جوزي. اوعك تفكر تروح لعنده. ليش ما بدي ياني روح لعنده؟ لسه بدي استنى كتير هون؟ صار لي ساعتين واقفة، رأسي رح ينفجر. بترجاك يا أختي طولي بالك شوي. طيب وشو أعمل هلأ؟ هلأ بدك تعمل هدول التحاليل، وبعد ما تطلع النتيجة بتراجعنا فوراً.
شو عم تعملي بشنطايتي؟ شو فقتي مدام رولا؟ عم بسألك شنطايتي شو عم تعمل بإيدك؟ لقيتها مفتوحة لهيك كان بدي حطها بالخزانة، إن شاء الله صرتي منيحة. أعطيني الشنطاية لشوف. لو كنت منيحة ما كنتي لقيتيني هون. الحق معك، رح مر عليكي بعد شوي. مدام رولا، بعرف إنه ما إلي دخل، بس أنا حابة أتشكرك كتير على تبرعاتك. إن شاء الله كل الناس بيصيروا كرمة مثلك. يلا بنتي اطلعي من هون. ماشي. طيب أنت بتأمري. الله يخليكي يا رب. تعي لعنا لما تفضي. الله معك. قال جوزة لعايش انتقل من محله. تعرف محل الأحذية اللي بالحارة الثانية؟ هذا هو. عم نتعذب على الفاضي. مو مهم. شكلي صدقته لسرحان وبلشت افتح على الناس جروحاتهم. مراد ابني، انت بتعرف انه اذا الانسان المؤمن ظلم بحياته اي انسان تاني على شي ذنب ما ارتكبه او ذنب تاب عنه، ما بيموت غير لحتى يحطه ربنا بنفس الموقف. بعدين ضميره ما رح يرتاح ابدا غير ليستسمح منه. اذا كان سرحان مذنب، يا ترى انت معقول ترضى انه الناس تعاملك مثل ما تعاملوا معه؟ ويمكن اسوأ من هيك؟ يعني بترضى انه الناس يفتروا عليك؟ كأنه ما بيفتروا بنوب. يعني انت هيك مرتاح؟ طيب اذا افتروا على حدا انت بتحبه او على حدا من عيلتك، مثلا انا او اي حدا غالي عليك، يعني شو رح تساوي اذا الله امتحنك او امتحن حدا بتحبه؟ امي بيقولوا ما في دخان اذا ما في نار. غير انه سرحان ما كان واحد منيح. الحمد لله كل اللي بحبهم مانن من هالنوع، لهيك لا تخافي ما رح يصير شيء. لك وينها؟ وينها؟ حدا شاف لي هديك الممرضة؟ وينها؟ جيبوها. مدام رولا، أي ممرضة؟ الحرامية اللي سرقت لك المصارية والخاتم. هلا فاتت لعندي قبل شوي، جيبوا لي إياها، جيبوها. طولي بالك مدام رولا، في شي مشكلة؟ هي هي، ليك امسكوها. شو صار؟ على أساس مو عرفانة يعني. يلا فتشها لهالبنت لشوف. مستحيل هالشي مدام رولا، الممرضة مروة ما بتعمل هيك. اللي شو صاير دكتور؟ سرقت لي المصاري والخاتم، شو بدك أكتر؟ أنسي مروة دكتور، أكيد في سوء تفاهم بالموضوع. هاي البنت عم تكذب. أنا بعرف شو كان فيه بشنتايتي، بعرف كمان مين أخذ الأغراض اللي كانوا فيها. اسمعني منيح، يا بتروحوا بتلاقي لي الأغراض اللي انسرقوا، يا أما أنا مضطرة أني خبر الشرطة عن هالحرامية. عم تفهم علي دكتور؟ مدام رولا أنت تفضلي ارتاحي بغرفتك وأنا راجع فورا. ما بدي اتحرك، يلا ما لي متحركة من هون أبدا. خالي رولا، الحمد لله على السلامة. مين أنت كمان؟ مو المهم مين أنا هلأ. أنا شفت هاي الممرضة مروة كانت طالعة من عندك من الغرفة من جوا. يعني إذا بدك أنا بروح وبشهد معك، وما رح أخذ مصاري كتير مشان الشهادة تبعي. فكري مني حب هالشي واتصلي فيني على هذا الرقم. أي. مرحبا. يا أهلين، تفضل أمرني. أهلين فيك، حضرتك فاروق؟ نحن ما التقينا قبل هالمرة، بس حاسس حالي بعرفك من زمان. أنا فاروق، بس مين حضرتك بالله؟ أنا مراد، ساكن بحارتك القديمة. اجيت لعندك مشان أحكي بموضوع. هو بصراحة عن قصة خطف ابنك علي. شو بدك تحكي؟ أنت شرطي؟ لا أبداً. يلا نقلع من هون، يلا يلا، ما في شي نحكي فيه، يلا طلع طلع لبرا، خلصني طلع. بعرف انك ما بتحب تفتح السيرة، بس انا حكيت مع سرحان قال لي انه مو عامل شي ورحت لعند مرتك. هي رحت لعند عائشة؟ ليش؟ شو دخلك بهالقصص؟ شو بدك فينا؟ احكي، سرحان بعتك لهون؟
نزل ايدك، ما دخلوا سرحان، ما حدا بعتني. اذا بتجي لعندي مره تانية راح خليك تندم. ها عم تفهم؟ انقلع انقلع. استغفر الله، اكيد في شغله مخبينا، بس انا راح اعرف. أنسة مروة، شو اللي عم أسمعه هاد؟ دكتور، أكيد في غلط بالموضوع، والله أنا مستحيل فكر أني أسرق. بس المدام رولا هيك كانت عم تقول، وبعدين أنا مدير المشفى وأنت حطيتيني موقف كتير محرج. بس دكتور، أنا ما دخلني أبداً. تعي، المدام رولا مستنيتك. لا تاكلي هم مدام رولا، راح نحل الموضوع فوراً. بتمنى هالشي يصير، بتمنى. ماشي، احكي لنا شو صار هون. لما فتت كانت المدام رولا نايمة، شفت السيروم تبعها، طلعت على التخت قمت لقيت شنطايتها هون. شفت انه شنطايتها مفتوحة، وانا مشان ما حدا يشوفها حملتها مشان حطها بالخزانة. بعدين فقيت المدام رولا يعني انتي ما اخدتي شي منها ابدا؟ لكن مين اللي سرق لي المصاري والخاتم؟ انا متذكرة انه شنطايتي كانت هون بس ما كانت مفتوحة. شو بيعرفني مين فتحها؟ بركي في شي حدا فات لهون قبلي، من وين بدي أعرف أنا؟ أنا نومي كتير خفيف، ما حدا فات غيرك. بالعادة بفوت حدا غيرك لهون؟ لا دكتور. بتتوقع إنه في حدا فات لهون؟ ما بعرف، صدقوني أنا ما بعرف. اسمع مني منيح يا ابني، أنا عم بتبرع بمبالغ كبيرة لهالمشفى، وهالمبالغ هي أكتر من المصاري والخاتم يلي انسرقوا ألف مرة. مزبوط؟ مزبوط. بس أنا بعد كل هالشي اللي عم بعمله من شانكون انسرق ويصير فيه هيك، ساعتها لا تواخذني، بس جهاز غسيل الكلية اللي جبتلكن إياه رح يطير ورح يتغير مكانه وينحط بمشفى محترم أكتر من هاد. يعني بدك تلاقي لي حل هالمشكلة وبسرعة. مدام انتي ريحي حالك، حتى لو كانت بنتي ما رح تفرق. هلأ أول شيء رح نعمله منفتش خزانتها، بعدين إذا بدك تروحي على الشرطة مناخدها ومنروح مع بعض. يعني برأيك إنه الأب هو اللي خطف ابنه؟ ما بظن، الزلمة هديك الليلة كان برات البلد. بجوز قال طلع بس ما طلع، ما بتصير؟ ممكن، معقول يكون هيك، بس طلع فيني شوي لقلك، لا تكون فكر حالك صرت محقق سيد كولومبو. استغفر الله سيدي. بعدين بصراحة بالنسبة إلي أنا بفضل أنه يكون سرحان هو اللي عمل هيك، لأنه ما بدي يكون افتريت عليه. سيدي، في ناس جايين من المشفى، قال بدهم يخبروا عن حادثة سرقة. فوت لي ياهو لهو. شو صار لك؟ شبك ما سمعتني؟ معناتها برجع لعندك بعدين. ما عندي شك ابدا. خير، شو اللي عم بيصير هون؟ شو عم يصير؟ انا جاي اشتكي على هالخانم، سرقت لي كل مصاري والخاتم كمان. اسمعي، ليش اجى مراد لعندي على المحل؟ شو اللي حكيتي معه؟ ما حكيت شي معه، صدقني. عائشة، بكفي بقى انسي القصة، انا تركت لك البيت حاجة توجعي لي راسي، علي مات. شوفي، هي اخر مرة، اذا رح يجي شي يضايقني من ورا هالقصة تأكدي انك رح تتبهدلي. مروة، شو يلي عم بسمعه يا بنتي؟ بابا، والله أنا ما عملت شي. أنا متأكد من هالشغلة، بس ما شفتي المرأة ما رح تهدى لحتى تلاقي الحرامي. مين ممكن يكون عمل هي؟ مشاكة بحدا؟ لا.
ليش عم تطلع هيك؟ ما بتخجلي على حالك انه تتهمي بنت مسكينة بهيك تهمة؟ العمى؟ انا اللي ما بخجل ولا هديك الحرامية؟ لك حاجة تقولي عنا حرامية بقى؟ اختا ابني بكرة الصبح من بكير بتروحوا على مكان الحادثة وبتبلشوا شغل. حاضر سيدي. روح هلا وافتح محضر، خود افادتهم كلهم. مثل ما بدك سيدي. يعني انت هيك مرتاح؟ طيب اذا افتروا على حدا انت بتحبه او على حدا من عيلتك، مثلا انا او اي حدا غالي عليك، يعني شو رح تساوي اذا الله امتحنك او امتحن حدا بتحبه؟ امي بيقولوا ما في دخان اذا ما في نار، غير انه سرحان ما كان واحد منيح. الحمد لله كل اللي بحبهم مانن من هالنوع، لهيك لا تخافي ما رح يصير شيء. آه يا مراد، أنت مو بس عم تضر حالك، أنت كمان عم تخرب كل شي حواليك. مراد شو جاي عم تعمل هون؟ لك شو أنت ما عندك غيري؟ قلعتني مثل الكلب من الحارة وسكتت وضليت سنين وما رجعت، تعبت لحتى صار عندي حياة جديدة. وشو صار؟ اللي صار إنك طلعت لي مرة تانية وخربت لي بيتي. شو عم تخبص أنت؟ اليوم بالمطعم المدير سمعنا، بعدين قال لي إنه ما عاد بده يشغلني وقلعني. مو كان بدك إياني إني سامحك؟ والله أنا ماني مسامحك بحقي أبداً. الله يصطفل فيك على اللي عملته، ومو بس أنت لحالك، كل اللي كانوا عم يفتروا علي وكل اللي كانوا سبب تقليعتي من عندكم من الحارة. أنا ما رح سامحكم، لكن إن شاء الله كلياتكم بصير فيكم مثلي. سرحان استنى، بدنا نروح لعند عائشة. مراد شو جنيت؟ شو بدنا نحكي معاه؟ امشي هلأ منشوف. عائشة 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 استني، طلعي فيه، شوفي هالزلمة. انت متأكدة انه هذا اللي خطف ابنك؟ متأكدة انه سرحان عملها؟ روحوا من هون. عائشة بترجاكي احكي شي. انا ما شفت حدا وما قلت انه هو اللي عملها، انا قلت انه هو الصبح كان مع علي وانه بالليل كان قدام البيت وانه كان عم بيطلع بشكل غريب، ما قلت انه عملها، ما شفت حدا ابدا، ما شفت. عائشة عائشة استني. شو يعني؟ ان شاء الله انبسطت هلأ. سرحان لا تزود علي لأنه أنا مو ناقصك، وجبتك لهون مشان إذا طلعت عن جد ظالمك أعرف شو أعمل. بس لهلأ لساتك بنظري الشخص اللي خطف علي. إيه بما أنك مو مصدقني، بقى على أي أساس إجيت خربت لي بيتي وخليتني أتقلع من شغلي كمان؟ أنت عم تخرب حياة العالم بحجة أنه بدك إياهن يسامحوك. اسمع أنا تراجعت ومسامحك بحقي كمان، بس ما عاد بدي أشوفك مرة تانية. مروة شو صاير لك؟ شكلك كنت كل هالوقت قاعدة عم تبكي. كرمالي لا تضايقي حالك، لا تحمليها كل هالقد، بكرة الصبح رح تنحل إن شاء الله. أنا آسف لأنه أنا السبب بكل اللي صار. تأكدي أنه أنت ما قلك ذنب بهالقصة أبدا. تركينا من هالحكي هلأ، رح تشوفي هديك المرة بكرة ما؟ إذا بدك بنزل معك، أبوكي مو جاي ما هيك؟ ما رح يجي حتى ما حدا يفهم القصة غلط، رح انبسط كتير إذا كنت معي. إذا رح تكوني مبسوطة معناتها أكيد جاي. عمو حضرتك بالبيت؟ كنت بطريقي لعندك. ليش شو بدك؟ من شوي خليت سرحان وعائشة يحكوا مع بعض، ماني متأكد بس اللي شفته بيقول إنه مو سرحان اللي خطفه للولد. برأيي إنه عائشة بتعرف كتير شغلات بس ما عم تحكي لأنها خايفة من جوزها. مروة فوتي ارتاحي شوي، يلا بنتي. لك شو انت طق مخك شي؟ كيف بتجمع هيك اتنين مع بعضهم؟ فكرت بالأول شو كنت رح تعمل لو صار مشكلة بيناتهم؟ إذا سرحان مثلا عمل له شي مشكلة؟ معك حق بس اسمعني شوي، بلكي ما كان هو. هاي مروة الناس اللي عم يتبلوها بدون دليل، بلكي سرحان صاير معه نفس الشي.
تذكرتني؟ تذكرتني ما؟ ها؟ ليش رجعت بعد كل هالسنين؟ ما طلعت براءة؟ ليش حابب تفتح على حالك جروحاتك؟ اسمع، بكرة بتطلع تترك بيتك وبتسافر وما عاد بدي اشوفك مرة تانية. عم تفهم؟ عم تفهم؟ يعطيك العافية. أهلين يا ابني، خلصت شغلك؟ لا والله لسه، عم اشتغل ثلاث ورديات، بس لسه في كتير ناس لازم يسامحوني. أوف، شكله هالزلمة ناوي يصير مثل الفيل، شوف كيف عم ياكل الخبز كأنه بحياته مو أكله. أوف، أنا غتبته ما؟ صار له حق علي، لك شو بدي أعمل بحالي؟ شو رأيك؟ ركود لعنده بسرعة وقل له كل شي حكيته عليه بظهره. كيف يعني؟ شو بدك نتقاتل أنا وياه؟ ما رح تتقاتل أنت وياه ولا شي. مراد؟ يا سيدي اليوم قدام عيني قامت القيامة بالمستشفى كلياته. الشي اللي فهمته أنه جماعتك إلن علاقة بقصة سرقة. شو كنتي عم تعملي هنيك؟ لا تكوني ورا هالشغلة ها؟ اسمعي، إذا بعرف أنه إلك علاقة بهالموضوع رح تندمي كتير. أنا لأنه ما بدي إياكي تتبهدلي عم اسمح لك تروحي وتجي لهون، عرف حدودك. شو صار لك؟ أنا بس كنت محتارة كيف رح توثق بزوجة المستقبل. لأنه الواحد لازم يوثق بمرته ما هيك؟ الحب هو الثقة يا سونا، بس أنت ما رح تفهمي، لأنه أنا وياكي بحياتنا ما وثقنا ببعضنا. يا أخ لو سمحت ممكن لحظة؟ من شوي أنت عم تاكل ضحكت عليك، يا ريت تسامحني بحقك يا أخي. مسامحك. شكراً. مروة ليش عم تعملي هيك؟ مو حاجتك بكي؟ لا تضايقي حالك يا بنتي، صدقيني بكرة رح تقول هالمرة إنها غلطت. لا يكلك فكري، يلا روحي اغسلي وشك وخلينا نقعد نحكي كلمتين. حاضر بابا. الله يعينك يا بنتي، ما بتستاهلي هالشي. أنا جاي اشتكي على هالخانم، سرقت لي كل مصاري والخاتم كمان. بابا عود ليش واقف؟ لا بنتي أنا مرتاح هيك. بدك تحكي وأنت واقف؟ بابا. مروة. خير بابا. انسي، يلا تصبحي على خير. الخاتم منيح انه ما شافه. من وين هالخاتم هاد؟ يعني من وين جابته؟ مستحيل، مروة ما إلها علاقة أبداً أبداً، ما دخلها. استغفر الله استغفر الله. كنت بدي أتصل فيك من شوي. خير إن شاء الله. هيك ما في سبب، أنت ليش دقيت؟ هيك ما في سبب. انت منيحة؟ هلا احسن الحمد لله. رح تيجوا لعنا بكره المساء؟ حكيتي مع ابوكي مو؟ ايه مراد حكيت معه، رح نجي ان شاء الله. اه كتير حلو، شو حابب اطبخ لك؟ ماشي الخبزات، اذا قدرت بجيب لك اياهن الصبح. ماشي يلا تصبح على خير. تصبحي على خير.
تلاقي الخير. مسكيني مروة، بتكون متضايقة كتير. اي والله يا أمي، كل هالشي بسببي. اليوم الصبح قلتيلي شو رح تعمل إذا تبلو على حدا بتحبه، وهذا اللي صار. يعني صرت تفكر باحتمال أنه في حدا مفتري على سرحان، مزبوط؟ والله ما بعرف بشو عم فكر ولا مين بدي صدق. بكرة بدي روح لعند سرحان آخر مرة، بعدين بنشوف شو رح يصير. مرحبا عم مراد، كيفك؟ شو كأني شايفك عم تحكي معي عادي؟ اليوم دق أبو حكا وهلأ مبسوط. آه هلأ فهمت ليش. يلا دعي له لأبي لأنك منيح. طيب. معقولة عايش هون؟ سرحان؟ شو عم تعمل؟ سرحان؟ لك خير؟ شو صاير لك؟ شو صاير لي؟ ما كل شي صار فيني بسببك. شو هالتخبيص هاد؟ اوف يا الله ساعدني على هالمصيبة. بابا لأنه نحن عم نلعب بحياة بني آدم، لهيك ما بدي يكون في خطر على حياة بنوب. أنا صار لازم أهرب بأسرع وقت، كل شي رح ينعرف عن قريب. سرحان لك اتركني، أنا بدي موت، لك ما بدي أعيش وهيك سمعتي، اتركني. يا مراد بدي أسألك عن شغلي. مبارح شفت خاتم بعلبته بغرفة مروة، انت اللي جبت لها هداك الخاتم شي؟ انت قلتي انك شفتي مروة وهي عم تسرق. بس خلصي بقى، انا ما قلت شي ابدا، فهمتي؟ اتفقنا؟ انا ما قلت شي. اسمعي نصيحتي وتنازلي عن هالقصة، لانه بالاخير رح تطلعي انت الخسرانة، بعدي عن مراد ومروة احسن لك.